مساء الخير وحلقة جديدة وعمار يا مصر. عمار يا مصر اليوم بيلتقي مع شباب، والشباب هم وقود المجتمع، ويمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في كل مؤتمراته كيف نصنع رجل أعمال شاب، كيف نصنع رجل أعمال شاب. احنا معانا مثال للشباب الناجح، شاب فكر في ان هو يخش الصناعة ويرفع الصناعة المصرية او يرفع شعار صنع في مصر. ابتدى من فترة قليلة جدا لكن حقق نجاحات في وقت زمني. هنتعرف على تجربته في مجال الصناعة. ضيفنا وضيفكم الأستاذ محمد حمودة، صاحب شركة الوطنية للشموع والمنتجات البلاستيكية. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك. يعني نقول كل سنة طيب بمناسبة شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر المبارك، إن شاء الله تعدي الأزمة على خير، أزمة الكورونا، وتكون الصناعة المصرية يعني الأزمة دي تكون دفعة قوية للصناعة المصرية ان شاء الله. فعلا هو بالفعل الازمه دي بالفعل ان شاء الله هتقدم مصر تقدم عالي جدا. تمام. واحنا بالفعل داخلين في مرحله كويسه ما شاء الله جميله جدا، والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الراجل ده بصراحه عمل معانا انجازات جامده جدا. تمام. وبناء عليه بالفعل انا قررت اول ما فكرت اشتغل في المجال ده اول حاجه رفعتها هو شعار الوطنيه. حبا في الوطنيه، حبا في البلد، حبا في مصر. ده اللي كنت عاوز اسالك عليه، اختيار الوطنيه ده جه من منطلق ايه يا استاذ محمد؟ والله يا فندم بص حضرتك، انا لقيت الوطنيه بتنزل بمنتجات زي اللحوم والاسماك والخضار والفاكهه اسعار رخيصه غير التجار خالص. أيوه. تمام. فمفيش جشع، مفيش ضرب اسعار، مفيش افتراء على الناس وعلى الشعب. تمام. فانا قررت اختار اسم الوطنيه حبا فيهم فعلا. تمام. الحاجة الثانية حضرتك، لما فكرت اختار اسم الوطنية اخترت معاه بكل فخر صنع في مصر. تمام. كان هدفي الوحيد الاول والاخير مش ان انا ابيع جوه مصر هنا. هاي. لا خالص. ان انا اطلع صنع في مصر دي للدول العربية. تمام. مش شرط الاجنبية خالص. ولا الشرق انت اتجاهك الدول العربية. اتجاهي كان الدول العربية. تمام. والحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى فتحنا فرع تاني في الجزائر باسم برضو الوطنية. تمام. ونفس الكارت دوت هو بنفس صنع في مصر، وبرضه رافع شعار صنع في مصر. ورافع شعار صنع مصر. كانت اتفاقي مع الشخص اللي خد مني التوكيل هنا في مصر ان الكارت ده كلمه صنع في مصر ما تتشالش. بناء عليه احنا نفذنا واخد من عندي فعلا الطبعه دي ونفذها هناك في الجزائر. تمام. عاوز اعرف استاذ محمد بدايه التجربه وازاي بداتها، واكيد صعوبات واجهتك وطموحاتك يا استاذ محمد بالنسبه لمجال البيزنس. انا بدات افندم الشغل دوت عن طريق شركه معينه، خدت منها الخط الانتاج بتاعهم، اداني مكنه وقال لي في البدايه خالص ان انا هتاخد مني الانتاج ده كله، الشغل ده كله، وانا هاخد منك المنتج او هوديك للي هياخد منك المنتج. تمام. فقلت له ما فيش مشكله خالص، انا اهم حاجه عندي انا اشتغل واشغل الناس معايا وربنا يكرمني وناس ترزق من ورايا. تمام. تمام. انا قعدت معاه بالظبط شهرين استنيك اخد مني المنتج، مفيش. يا استاذ انا طلعت انتاج مفيش. في البدايه قال لي ان المشروع كله ببعضه هياخد اوضه مساحه 3 متر في 3 متر. تمام. طبعا كان كل ده كده. قابلني صعوبات جامده جدا. قابلني صعوبات مش لاقي عماله. في حين هو قال لي انك عامل واحد بس هيشغلك وهتوزع كميات رهيبه جدا. طبعا انا اقتنعت بكلامه. ايوه. لكن احنا شعب فعلا محترفين في كده. اصطدمت بالحقيقه. انا اصطدمت فعلا بالحقيقه. تمام. فالاسكت بقى وتراجع ولا اكمل؟ ما يقستش. لا خالص. بل بالعكس انا عاندت نفسي وعاندته. وعاندت كل اللي ورايا. تمام. والحمد لله فضل ربنا اشتغلت. اخدت حصه من الشركه. تمام. وناس كتير جدا ساعدتني الحمد لله فضل ربنا عشان اوصل لكده، مش انا لوحدي طبعا. تمام. تمام. ربنا الاول ثم الناس التانيه اللي كانت ورايا. تمام. الحمد لله فضل ربنا صدرنا بره شغلنا طلع السعوديه. تمام. وكان هدفي الوحيد فعلا ان اسم مصر هو اللي يخرج بره. تمام. والحمد لله فضل ربنا طلعت نص حاويه من الشمعه دي الحمد لله. تمام كده بره مصر راحت السعوديه. تمام.
غير الشمع ده كمان سافر برضه، والشمع تمام المفرغ ده كله سافر برضه السعوديه الحمد لله. تمام دي كان اول تصدير ليا. كويس بعد كده كان في تصدير رايح ليبيا ان شاء الله، ان وكان في شاء راح الله الاردن، ان شاء الله لكن كورونا جت وقفت الدنيا علينا. ان بس ما فيش شاء مشكله، الله ان احنا شاء قدها الله وقدود، ان شاء الله وان شاء الله احنا نعدي هتعدي اي ان حاجه شاء الله هتعدي باذن الله. ان شاء الله. طيب قول لي بقى المنتجات اللي بتشتغلوا فيها يا استاذ محمد. حضرتك هنشتغل في شمع الاعياد الميلاد كله، حروف وارقام، الهابي بيرث داي. بشتغل في الفويل، الفوم اللي هو كلمه هابي بيرث داي برضه، تمام تمام، في التراتير بتاعه الاطفال. بعد كده بخش بقى في مجال السبوع زي حاجه زي كده، تمام، تمام ده بيرضوها الاطفال المواليد اللي هم سن 7 ايام دول. اه ده شغل بقى بعد كده شغل فنادق اوتيلات تمام او مطاعم، تمام. بنقدر نطبع على الشمعه اي حاجه احنا عايزينها، تمام تمام كده، بيبقى حاجه اسمها ورق الدكال المائي. ساعات عروسة بتبقى عاوزة اسمها واسمه على الشمعة وحاجات يا كده، فندم في موجود، بتعملوا الحاجات دي. بنعمله فعلا موجود اهو لحضرتك. تمام. تمام. طموحاتك بقى لمجالك يا استاذ محمد. انا طموح ان شاء الله اكون صاحب مصنع كبير باذن ان الله، شاء الله. تمام، بس في الاول والاخير عايز اسم مصر هو اللي يلف، تمام. مش عايز كرتونه زي ده حضرتك ملهاش اي مصدر، تمام، تبقى في السوق بتاعت مين؟ تمام صنعت فين؟ ما دي كارثه، عشان على بالفعل الاقل خلاص الحكومه هتعرف تحاسبني، صحيح تمام؟ صحيح. يعني انا لما قررت اشتغل حضرتك وانزل بالسوق بتاعي نزلت بالكرتونه دي. شايف ان انت طابع اللوجو بتاعك بالظبط، رافع شعار صنع في مصر. صنع في مصر وشعار الوطنيه على العلبه بتاعتي، تمام تمام؟ ده معروف مصدرها فين؟ لما تيجي الدارات تحاسبني هتعرف تحاسبني ازاي وانا اعرف احاسبها ازاي، تمام تمام؟ لكن العلبه زي دي انا مش عارف بدون احاسبها، تمام؟ مصدر طبعا. كارت زي ده معلوش اي مصدر، صحيح صحيح. ورا قدام. والدولة مش هتقدر تاخد ولا ضرائب ولا هتاخد بالظبط، أي حاجة ما دام يعني المصدر غير معلوم. بالظبط كده، تمام. فين الفاتورة بتاعتي؟ ما فيش. جاي منين ده؟ برضه ما فيش. كواليتي نفسه مش الكواليتي نفسها برضه مش هتبقى، تمام. تمام، كمل حديثي لكن تستأذني أطلع فاصل وأرجع لحضرتك تحت تاني. أمرك. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع الأستاذ محمد حمودة صاحب شركة الوطنية للشموع. رجعنا بعد الفاصل وكنا هنكمل حديثنا مع الأستاذ محمد حمودة صاحب الشركة الوطنية للشموع والمنتجات البلاستيكية. أهلا بيك مرة تانية يا أستاذ محمد، أهلا بيك يا فندم. سعداء بالشباب الناجح. عاوزين نكمل موضوع إزاي الدولة تقدر تدعم الشباب والقطاع الخاص أو الصناعة المصرية. تدعم حضرتك اولا براس المال، لو ما فيش راس مال تدعمهم بكده، تمام، تمام. بس طبعا الدوله مش هتروح تدي لاي حد فلوس، تمام كده، لازم يكون معاك ورق رسمي صح مظبوط 100%، تمام، بناء عليه تقدر ان الدوله تديك فلوس، تمام، تمام، تقدر تديك ارض، تقدر تديك اي حاجه انت عايزها، لكن هتروح تقول لهم انا عايز افتح مصنع، انت مين؟ صحيح تمام، صحيح. انت حضرتك مين اصلا صحيح. عشان اقدر ادعمك؟ ما فيش. يمكن اللي الدوله عامله مبادره البنك المركزي، مش عارف حضرتك سمعت عنها ولا لا، وايضا شايف برضو ان الدولة بتدي اراضي صناعية للشباب وكده. شايف يعني الدولة هل هي يعني عملت كل حاجة ولا في حاجات تقدر تساهم فيها لرفع الصناعة؟ انا شايف ان من الدولة بصراحة بتعمل كل حاجة بالفعل، 6 سنين كاملين بجد الرئيس بيعمل كل حاجة احنا ما كناش نتخيلها، تمام، تمام، دي حقيقة مش كلام. تمام. لكن ان انا اخد ارض اخدها بناء على ايه؟ تمام؟ انت لازم يكون مشروع موجود بالفعل، بالفعل لازم يكون مكان موجود، تمام تمام والمثل اللي بيقول حضرتك خالف تعرف، تمام كده، انا هخالف لانك انت ما ادتنيش، صحيح، تمام؟ صحيح صحيح. فلما اخالف واتحاسب اكيد لا هروح للدوله، الدوله هتقول لي اتفضل احنا في ظهرك مش هنسيبك، تمام، لكن مش هتحاربك زي ما الناس تمام. بتقول. المنافس بالنسبة للمجال حضرتك الشموع، أي دولة هي المنافس الدولة الوحيدة في المنافسة للشموع دي هي الصين، الصين، في حين إن الصين أساسا ما عندهاش شمع البرافين اللي موجود عندنا في مصر، تمام، كل الشموع اللي موجودة في الصين بره المنتج بتاعها موجود عند حضرتك برضه جايبينه وشغالين بيه غير البرافين بتاعنا. إيه الفرق بين الشمع الصيني والشمع المصري؟ في فرق كبير جدا. الشمع الصيني هو اصلا مش شمع، ماده بلاستيكيه بتستخدم في الفي بي سي بتاع المواسير الصرف البلاستيك، ايوه تمام، لكن احنا بنحطها مع الشمع عشان تنشفه شويه، لكن هو ملوش علاقه بالشمع خالص نهائي.
كمشاهد عادي بقى عاوز اعرف المادة اللي بيستعمل منها الشمع، وهل الشمع ده الفرق ان يقعد في الجودة ان هو يقعد فترة كبيرة، يعني بتشوف شموع تقعد فترات طويلة. ده حضرتك نسب وتناسب، تمام؟ يعني في شمع حضرتك بنحط عليه ماده اسمها ستيارك او شمع النخيل، دي ماده مصلبه. يعني الشمع اللي قدام حضرتك دوت تقريبا مولع بقاله ربع ساعه او 10 دقايق فترة تقريبا، كبيرة. ده واخد 50% من شمع النخيل، تمام كده، مع 50% من شمع الامو، مع نسبه بسيطه جدا من الشمع الصيني، تمام عشان يدينا البياض الناصع ده، تمام تمام. قول لي لو فرح ياخد شموع ايه، اعياد ميلاد ياخد شموع ايه، سبوع ياخد شموع ايه، تمام. يعني ترشح لهم كده. الفرح حضرتك بياخد الشموع دي المقاس ده كده، وفي مقاس اكبر من كده كمان، تمام. ده للفرح. السبوع هو ده المقاس ده، وده بنطبع على عليه ل صورة الطفل، تمام اسم الطفل، تمام، وبنركب تمام له لمبة من تحت كمان تمام تقدر تطفي، كويس اوي حلو اوي. تمام. اما بقيه الشغل ده كله حضرتك فنادق، ممكن حضرتك نستخدم الشمعة دي كده في الديكور في البيت، بنحط عليها اسم آية قرآنية، تمام لو الديانات التانية بنحط صليب، تمام تمام. تمام عايز تطبع صورة بنطبعها الوردة على الشمعة دي، أو تمام الشمعة من فرج مدور تمام ده، تمام تمام. دي كل الشموع عندنا. أما بالنسبة لشموع أعياد الميلاد اللي هي حضرتك بالمنظر ده، اللي هي ده بنسميه شمع شعبي، ده اللي بيتحط في التورته. ده اللي اتحط في التورتة، ده بنسميه شعبي، هو ده، تمام كده. ده سعره بيكون رخيص، تمام. تمام وأنا بطلب بجد فعلا إن كل علبة من دي يطلع عليها سعر المستهلك كام، دي تمام اللي بتمناها فعلا، تمام. لأن في أسعار متفاوتة بطريقة غبية، تمام تمام حضرتك. في الشمع ده برضه انا شكل شايف تاني الشمع يعني مختلف، مختلف في الالوان وفي مختلف في كل حاجة حضرتك. ده شكل تاني، تمام ده شكل تالت برضه، تمام تمام. تمام ده شكل برضه احنا برضه عاملينه. تمام في شكل اخبار كمان الذوق المحل ايه يا استاذ محمد؟ كنت السوق، بتقولي في شكل تاني غير الشكل ده كمان صح؟ لا، في شكل جديد بقى حضرتك كانت الصين بدأت تعمله حضرتك، واحنا لسه ما صبناهوش وعملناه، اللي هو ده. ده عبارة عن اكليريك بنعمله على مكنة ليزر، ايوه بعد كده بنصب عليه مادة سيليكون، بيطلع نفس الشكل ده، بيطلع لنا الشمعة بتبقى بالمنظر ده كده، كويس قوي. يعني لو تطلع كده، تمام. السوق المحلي بقى اخباره ايه معاك؟ لا، اشتغل محل كويس جدا الحمد لله، شغال. يعني كورونا مش مؤثرة اصلا، تمام تمام كده تمام خالص، تمام يعني معلش انا اسف. يعني انت حضرتك عندك عيد ميلاد في البيت، او ابنك عنده عيد ميلاد، او بنت حضرتك، اكيد مش هتزعل، هتعمل لها عيد ميلاد وتنزل تجيب لها التورته، اصل الدوله ما قفلتش خالص على الشمع، لا لا، وفي تمام. نقطة يعني الأعياد الميلاد بيبقى فيها الأب والأم بالظبط، والابن، يعني ما بيبقاش برضو عدد كبير، هي الأسرة برضو احتفال بالمناسبة الأسرة، لكن الأفراح هي اللي طبعا هي اللي منأجلنا شوية، تمام. لكن الأعياد اتفقنا، الميلاد أو تمام. السبوع أو الكلام ده ممكن نحتفل بيه كأسرة أو 8 أفراد بس أو حضرتك 10، انت يعني بتروح تجيب الشمعة مثلا، عندك 10 سنين بتجيب رقم واحد ورقم صفر معاهم، بقيت 10 سنين، تمام. اشتريت الشمعتين، كم بقى في كام دقيقة عندك عيد ميلاد؟ كل كام دقيقة بالظبط عندك عيد ميلاد، وكل كام ثانية عندك مولود بيتولد، مولود تمام كده. فكل كام ثانية دول المولود بياخد ده، تمام. كل كام دقيقة اللي بتعمل فيهم عيد ميلاد، او كل يوم بياخد ده. احنا في عملنا، مصر هنا شركات كتيرة بالنسبة هي لإنتاج الشموع المنطقة أو الوحيدة صناعة حضرتك الشموع؟ اللي شغالة في صناعة الشموع هي منطقة بهتيم، بهتيم. اللي هي شبرا الخيمة. لكن دولك شغالين عشوائي ولا شغالين لا، كله عشوائي، عشوائي؟ مفيش حد شغال اسمه اللي هم شغالين بالمنظر ده، لكن تمام. بيظلموك بقى يا استاذ محمد ان انت يعني كراجل صاحب سجل تجاري وبطاقه ضريبيه بتشتغل رسمي، طبعا ده بيظلمك في السعر لا ولا؟ لا لا خالص، ما بتفرقش معاه في اي حاجه. تمام تمام بص حضرتك، احنا بنجيب الماده دي من شركه حكوميه، المنتج ده من شركه حكوميه، ايوه الماده الخام. فاوريدي شركه حكوميه اساسا مش هتديني بسعر وتروح تديها بسعر، صح كده؟ تديله نفس السعر. المشكله كلها في النقطه دي حضرتك، التاجر نفسه اللي بيبيع الماده الخام من بعد الشركه، اسعار متفاوته. يعني اخر سعر حضرتك وصل له شركه شمع العمريه كان وصل 925 جنيه، اللي هي اساسا الكرتونه كانت بتنزل ب 515 جنيه من هنا ايوه لحد هنا. لما نحط عليها نسبه 15% او 20% كتجاره صح حلال، ايوه هتوصل 560 570 جنيه، تمام. تتباع بكام بقى؟ هي تنباع ب 560 570 جنيه، 560 570 لكن وصلت للسعر ده حضرتك عشان الشركه قفلت، فالناس مش لاقيه شمعة تشتغل بيه، ايوه ايوه تمام. ايوه ايوه فلا، بس في حاجات تانية ممكن نشتغل بيها ونصنع نفس الشمعية دي، مش هقف انا على الحاجه دي، تمام. يعني حضرتك في بدائل في تاني. بدائل تانية كتير جدا، زي تمام الاموك موجود ما بيتقطعش خالص، تمام.
الشمع الصيني برضه موجوده ما تقطعش. في مستوردين فين في مصر هنا كتير جدا، تمام. وعندهم هناجر في اكتوبر، تمام. وفي باسوس مستورد، تمام. تمام. فمش عشان ماده سقطت هنبوظ الدنيا كلها، هنوقف انتاج كامل. فانتاج بالفعل. تمام. فيعني الرئيس ربنا يبارك له يا رب لما قرر ان احنا نوقف استيراد الصين خالص، تمام كده، انا عندي هو اللي بيطلع نفس الشمع اللي بتيجي من الصين، اللي بتاخد حاويه وبتاخد بحر وبتاخد انا جبال. موضوع الكورونا ده جه ايجابي ليك يا استاذ الكورونا محمد. بصراحه جت ايجابي لكل مصر، لكل مصانع مصر بصراحه، مش ليا لوحدي. طيب ازاي ناخد الفرصه دي بقى يا استاذ محمد؟ يعني ناخد عدم الفرصه الاستيراد ده هيخلي الصناعه المصريه ان احنا نعتمد عليها. بالظبط، بس نشتغل صح. اه تمام. يعني انا بوري حضرتك حاجه بسيطه جدا، مم. انا ممكن استرخص حضرتك واروح اجيب كارت اللي هو اسمه الفاكيوم ده، مم. منظره عامل كده، اه تمام. جودة الصين هي دي، اه اللي هو المنظر ده، ايوه ايوه تمام. ده جودة المصري اللي هو بيشيلين تقريبا، تمام كده. لكن دي لما نيجي نحسبها مع ده حضرتك، ده هيهدر معايا قد ايه وده هيهدر معايا قد ايه. ده مش هيهدر ولا واحدة، لكن ده هيهدر معايا كمية كتير جدا. كتير. نيجي نوصل للسعر في الآخر، وصلنا للسعر ده تمام مش للسعر ده، تمام تمام. أسباب نجاح أي صناعة يا أستاذ محمد او اي شاب يعني مقدم على عمل مشروع؟ اراده، اداره، راس مال. اهم حاجه الاراده، بس تكون عندك اراده فعلا انك انت تكمل، تمام. مش عشان خبطه اتخبطتها هقع خلاص هموت، تمام. الدنيا خربت ولعت، لا تمام. خالص. الرئيس نفسه بيتحارب، صحيح صح؟ صحيح صحيح. احنا عياله، فلازم نتحارب برضه، تمام. صح. هنطلع فاصل ونكمل مع الاستاذ محمد حموده صاحب شركه الوطنية للشموع. ورجعنا بعد الفاصل، وكنا هنكمل حديثنا مع ضيفنا الأستاذ محمد حمودة صاحب الشركة الوطنية للشموع. أهلا بيك يا أستاذ محمد. لو جينا بعض من الرسائل وبدأتها بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال له تحيا مصر يا رئيس. تحيا مصر بجد. تحيا مصر بيك، تحيا مصر بجيشك وبشعبك، تحيا مصر بولادك، تحيا مصر بكل حاجة، وعمار يا مصر. تمام. الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمام. وزير الصناعة، بالنسبة لوزير الصناعة، نشجع الصناعة المصرية، نشجع الشباب إن هم يشتغلوا فعلا. الأيدي العاملة كتير جدا في مصر، تمام. في مهندسين كتير جدا بيقدروا يعملوا المكن اللي الصين بتعمله، هو حاجات بدائية بس ممكن تطلع نفس الإنتاج بتاع الصين بالفعل، تمام. أكيد كل شخص ناجح ليه شركاء لنجاح. أكيد مين طبعا. شركاء نجاح الأستاذ محمد؟ وكان النجاح بالنسبة لنا ابن خالي اللي هو كان صغير، الأستاذ عمرو علام. كان بعديه على طول أحد أصدقائي الأستاذ هيثم العلماوي، من ضمنهم برضو وفوقهم كلهم والدي، تمام. والناس اللي بره دي كلها بصراحة هما اللي وقفوا في ظهري، صح، تمام. محدش فيهم خلى بيا خالص، تمام. الزوجة كان ليها أكيد برضو يعني حاجة في نجاحك، أكيد أكيد طبعا. بجد ست فاضلة، أنا بدأ لها وهفضل أدعي لها لأنها تستاهل الدعوة دي فعلا، تمام. ربنا يكرمها يا رب ويبارك لها، تمام، في كل حاجة هي بتعملها، تمام. وإحنا بمناسبة الأيام المباركة دي وداخلين على العيد، كل سنة طيب. حضرتك بصحة وسلامة. توجه بقى رسالة للشعب المصري والأمة الإسلامية، تقول لهم إيه؟ أقول لهم ما تخافوش، البلد بجد راح في خير مش راح في شر، واللي حصل ده فعلا كان خير، تمام. مش شر لنا خالص، تمام. استاذ محمد، لو وجهنا رسالة لكل اللي بيحطم في البلد دي وبيقول عليها كلام مش حلو، القنوات المعادية، تقول لهم ايه؟ مش عارف اقول حاجة فعلا، صدقني، لان الرئيس فعلا له احنا 100 مليون، صح؟ في منهم مليون بايظ، في 9 مليون سلام، واحنا اولادك يا ريس وفي ظهرك، تمام، وهنفضل في ظهرك. اخرهم محمد علي ما عملش حاجه، انه مش هيعرف يعمل حاجه، احنا شعب واعي مش شعب مغيب، تمام. اخيرا كلمات في حب الوطن، تقول ايه في حب الوطن استاذ محمد؟ الوطن لو ابحرت في بحر الكلام مش هلاقي الوطن كلام، تمام، مش عارف اجيب له كلام، تمام. كفايه ان رئيس عبد الفتاح السيسي بجد الراجل انا بفتخر بيه فعلا. انا بشكرك في نهايه حديثي الاستاذ محمد حموده صاحب الشركه الوطنيه للشموع المنتجات البلاستيكيه. انا بشكرك
وتحيا مصر. انا بشكر حضرتك يا فندم بجد، معمار يا مصر، معمار يا ريس، معمار بكل شاب مصر في البلد دي. تحيا مصر، تحيا مصر يا فندم، وبكل فخر صنع في مصر. وكل فخر صنع في مصر، وبكل فخر صنع في مصر، وعمار يا مصر وتحيا مصر. خلصت حلقتنا، لكن انتظرونا القادمة. وعمار يا مصر.